عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان الفلاحين مظلومين، فارجو من المسؤول وزير الزراعة ان يشوف طلبات الفلاح. يعني النهاردة عندي فدانين ما خدتش، هروح اجيب كيماوي؟ قالوا لي ما فيش الحصة خلصت. طيب ما احنا عايزين كيماوي وعايزين يرخصوا الكيماوي عشان نعرف نمشي. فدان زينا متأجر ب5500، فارجو من الناس المسؤولة تراعي للفلاح المصري. كمان المية بتجيلنا من ليل لليل، كل اسبوع عم تجيلنا ليلتين. فارجو من المسؤولين وزير الري وزير الزراعه يبصوا للفلاح المصري، واخد بالك؟ فارجو من الناس المسؤولين يبصوا مع الفلاحين، وحكايه الكيماوي دي تتوفر لهم، وتوفر جميع كل وسائل الحاجات اللي تخص الفلاح، لان لولا الفلاح المصري مش هنعرف نمشي. فارجو من سيادتهم ان هم يشوفوا لنا طلبات الفلاحين.